عسلم، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جانيكم بالهاتف سامسونج جالاكسي A14، هاتف جديد. اليوم باش نعلموكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. كما تشاهدون، البصمة تأتي على مكان فتح وإغلاق الهاتف. هذا هو مكان إدخال البصمة. أول حاجة نمشيو للإعدادات، بارامتر، ثم نبحث عن كلمة سيكوريتي. ثم نضغط عن ايكون دو فيرياج. كما تشاهدون هناك بصمة الاصبع او بصمة الوجه، امخانت. نضغط على امخانت، كونتينيو. هنا يطلب مني بوضع رقم سري او شيماء، نحطه على سبيل المثال شيماء، حطه مثلا زاد على سبيل المثال، نجم نحطه وين نحبو. نضغط كونتينيو. هنا يطلب مني بإدخال إعادة إدخال الشمال من أول مرة، فاتورة نفسها كونفيرمي. كما تشاهدوا على الشاشة، يطلب مني بوضع الإصبع على مكان إدخال البصمة. نجربوا بالإصبع هذا، كما تشاهدوا نحاول باش نحطه في الأماكن الكل لين يتعبى مكان البصمة باللون الأخضر، لين يعمل 100%. نحط صبعي والرجع، يمين يسار، فوق اللوطة، لين المكان هذا يتعبى باللون الأخضر. هنا تمت العملية بنجاح. نحط التيرميني أكيد، ثم نخرج نسكر الهاتف نتاعي. تو باش نجرب سرعة البصمة على هذا الهاتف. نشاهدوا سرعة فائقة في فتح الهاتف. بصمة ممتازة على هذا الهاتف سامسونج جالاكسي A14. كما تحبوا، تحب تحط صبعك على مكان البصمة أو الضغط على مكان البصمة، نفس الشيء الهاتف يتحل. احنا جربنا الإصبع هذا في صورة ما أردتم تغيير أو إضافة بصمة ثانية. نقوم بالدخول على الإعدادات. كما دخلنا أول مرة نبحث عن كلمة سيكوريتي، دخلنا أول مرة سيكوريتي. نبحث عن كلمة سيكوريتي، ولا سيكوريتي. ثم نضغط على إيكون، أمبرانت، بصمة. نحط الشيماء اللي أدخلناه أول مرة. هنا عندنا بصمة رقم واحد. نضغط على إضافة بصمة ثانية وإدخال بصمة إصبع ثانية. نحاول نحط صبعي في الاتجاهات كل، يمين فوق يسار لوطة، لين المكان هذا يتعبى باللون الأخضر مكان الكل. بصمة إصبع في إدخالها تأخذ قليل من الوقت. نحاول ديما نحط صبعي ناحية حتى نتمكن من تسجيل البصمة. نضغط تغميني ثم نخرج ونغلق الهاتف. عن البصمة رقم واحد، هذيك العادية اللي دخلناها أول مرة. وهنا عن البصمة رقم اثنين، نجم نحل بجوز صوابع، فيما نجم نحط أكثر من 5 بصمات. كما تشاهدوا بصمة سريعة جدا على هذا الهاتف، بصمة ممتازة. ولا
نحاولوا توا باش نفسخوا كيفية فسخ البصمة كالعادة، إعدادات ثم سيكوريتي، نبحث عن كلمة سيكوريتي اللون الأزرق هذا، إيكرون، هنا عندي البصمة، حطوا الشمال كالعادة، هنا بصمة سوبريمي، فسخ بصمة رقم واحد و البصمة رقم اثنين، يقعد نخرج هكا، هنا عنا بصمة الوجه نخرج، هنا فيغياج نتحقق الساعة من البصمة تفسخت ولا ما عادش عنا بصمة، قاعد عنا كان قفل الشاشة، إذا تحبوا تكملوا تنحيوا قفل الشاشة، إيكرون دو فيغياج، موديل نحطوا الشيما نتاعنا. ثم اوكين لا شيء، ثم نخرج على روحي ما عادش عندي حتى شيء، الهاتف رجع محلول كما اول مره. ان شاء الله تكون طريقه عجبتكم، شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. الى اللقاء.